السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من برنامجنا وبرنامجكم كلام أبطال. أهلا ومرحبا بالسادة الضيوف. أهلا ومرحبا بالكابتن عمر. موجود معنا النهاردة المدرب الدولي معشوق الجماهير صاحب بطولة اكتشاف المواهب كابتن محمود حورس، منورنا النهاردة في برنامج كلام أبطال. صحة جمال، منورة بيك يا كابتن عمر. موجود معنا النهاردة بطل العرب الكابتن محمد شعبان. أهلا ومرحبا بيك كابتن محمد. أهلا وسهلا بيك كابتن عمر. كابتن محمود حورس، احنا عايزين ناخد رايك في عن بطوله الانديه العربيه. بطوله الانديه العربيه كان اكبر حدث رياضي حصل في مصر السنه دي. بطوله الانديه العربيه كانت مميزه جدا السنه دي لانها كانت مختلفه عن اي سنه كان بيحصل فيها بطوله الانديه العربيه. كان فيها مكافئات ماليه، كان فيها كروت احتراف، كان تنظيمها 5 ستار، كانت حاجه مميزه جدا جدا جدا. كابتن محمد شعبان، عندك كم سنة يا بطل؟ 18 سنة. ما شاء الله عليك، 18 سنة وبطل عرب؟ اه. طب لعبت كم بطولة يا كابتن محمد؟ لعبت 12 بطولة. 12 بطولة، طب أهم بطولات لعبتها؟ بطولة العرب، وبطولة كشف المواهب، وبطولة ترنومان. طب عملت مركز كام في بطولة العرب يا كابتن محمد؟ عملت مركز 7. ما شاء الله، كنت بالفعل أصغر لعيب على مسرح البطولة العربية. اه. وبطولة أي رومان؟ وبطولة ترنومان. عملت فيها مركز كام؟ تالت. وبطولة اكتشاف المواهب اللي انت كسرت الدنيا فيها موسمين ورا بعض، عملت فيها مركز اول واول اوفر اول. كابتن محمود حورس، بطولة ايرومان، ايه رأيك في بطولة ايرومان اللي كسرت الدنيا الموسم ده؟ بطولة ايرومان فارما كانت بطولة قوية جدا جدا جدا. طبعا لانها تحت اشراف الاتحاد المصري لكمال اجسام، و كان راعي البطولة كابتننا الكبير كابتن عبد الرحمن شارب أسد من أسود اتحاد مصر كمال أجسام. نظمها تنظيم محترم جدا جدا. كانت فيها جوائز مالية محترمة، كان فيها شركات مكملات تدي هدايا، كان فيها شهادات وميداليات وكاسات كتير جدا. يعني كابتن عبد الرحمن بجد ما زعلش حد. كابتن محمد شعبان، عايزين من نعرف منك كمية التعب اللي انت تعبته أثناء التجهيز في الفترة اللي فاتت. والله يا كابتن عمرو كنت بتعب، يعني في أيام الدايت وأيام التحضير بتاعي كنت بتمرن مرتين في اليوم، مرة الصبح. فترة التمرين وقت قد إيه يا كابتن محمد؟ ساعة. ساعة، يعني أنت كنت بتمرن مرة الصبح ومرة بالليل؟ أه. طب وكنت بتلعب كارديو؟ أه كنت بلعب كارديو. كل يوم؟ أه. طب الكابتن محمد كان بيعمل معسكر قبل البطولة في الجيم؟ بعد المعسكر بالبطولة في الجيم 15 يوم. يعني 15 يوم بتروحش البيت وقاعد في الجيم على قد التمرين؟ اه. ما شاء الله محمد شعبان، خامة جميلة جدا وله مستقبل قوي جدا، وبالتوفيق دايما يا بطل. حبيبي يا كابتني. كابتن محمود حورس، ايه رأيك في الخامات الجديدة؟ ما شاء الله السيزون ده في لعيبة كسرت الدنيا مع ان سنها صغير، وما شاء الله في لعيبة قوية جدا تقدر تنافس عالم. ما شاء الله. انت شايف كابتن محمد، كابتن محمد من اصغر الابطال الموجودين في مصر، 18 سنه وما شاء الله يعني بطل عرب، وعمل اول اوفر اول في بطوله حورس، وكسب بطوله ايرومان فارما، بطوله الجمهوريه، لبطوله القاهره، لكاس مصر، الله اكبر عليه. يعني عندنا احنا بقى خامات كتير قوي في مصر زي كابتن محمد كده. ما شاء الله، بالتوفيق دايما يا كابتن محمد. عايزين نعرف مين اللي وقف معاك وساعدك ووصلك للمستوى الجميل اللي انت فيه اللي الكل بيتكلم عليه. والله اول حاجه بشكر اخويا وكابتني كابتن عمرو موسى اللي وقف معايا ودعمني، وبشكر كابتن عمرو موسى اخوك الكبير. هو اللي بيقف جنبك ويدعمك. اكيد. انا عارف كمان اللي هو المدرب بتاعك. وبشكر برضك والدتي ووالدي برضك اللي بيقفوا معايا ويدعموني. احنا بنشكر الحاج شعبان والد الكابتن محمد، ما قصرش معاه فعلا معنويا ولا ماديا. وبرضك لازم تقف مع محمد اكتر من كده. محمد ما شاء الله سنه صغير ومشروع بطل، وكل بطوله يروحها محمد الكل بيتكلم عليه، سواء اداريين سواء حكام سواء لعيبه، الكل بيقول محمد ليه مستقبل قوي جدا. كابتن محمود حورس، عايزين نتكلم عن بطوله اكتشاف المواهب، هل كان فيها اخطاء ولا لا؟ قبل ما اقول لك الاخطاء بتاع بطوله اكتشاف المواهب، عايز اقول للحاج شعبان اللي بجد محمد مشروع بطل عالم،
بجد محمد لازم تقف جنبه وتدعمه دعم اكتر من كده. عايزين نعرف منك نظام بطوله اكتشاف المواهب الجديد. طيب هنقول اخطاء البطوله اللي فاتت الاول. اخطاء البطوله اللي فاتت كانت في مكانها، كان محتاج مكان اكبر من كده، وان شاء الله هنعملها بتنظيم اقوى من كده وحاجه مميزه اكتر من كده، وهتكون حاجه 5 ستار بمكافآت ماليه كبيره، وان شاء الله هتكون من شهر 2 لشهر 3 معادة. بالتوفيق دايما للكابتن محمود حورس. ما شاء الله بطوله اكتشاف المواهب فعلا هي بطوله اكتشاف مواهب، واكتشفت مواهب كتير. وبقى كلمه اخيره يا كابتن محمود تحب تضيفها للعيبه. احب انصح اي لاعب حابب يحضر، اقول له اختار المدرب بتاعك كويس، امشي على نظام الدايت بتاعك كويس، التزم بالتمرين، ظبط وجباتك، حاول تطور من نفسك. احنا معانا معانا تغطيه من الاتحاد المصري لكمال الاجسام مع الاب الروحي الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والافريقي. احنا متشكرين جدا يا دكتور على المقابله الجميله اللي قابلتها لنا في بيتنا كلنا الاتحاد المصري. وكمان معانا المهندس سامي بشير الحكم الدولي، وهيوضح لنا نقط التحكيم والاخطاء اللي اللعيبه بتقع فيها. في لعيبه كتير يا كابتن محمود بتقول انا اتظلمت. كتير، في لعيبه كتير جدا بتقول انا اتظلمت. طب انتظرونا ان شاء الله في برنامج كلام ابطال للسيزون الثالث ان شاء الله قريبا، ومعانا التغطيه من الاتحاد المصري لكمال الاجسام. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم من برنامج كلام ابطال. موجودين الان في الاتحاد المصري لكمال الاجسام مع الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والافريقي والعربي. اهلا ومرحبا بك دكتور عادل فهيم. ازيك يا عمور، مشرف المكان ومنوره. حبيبي يا دكتور ربنا يبارك فيك. الدكتور عادل الاب الروحي لكمال الاجسام. حضرتك يا دكتور الموسم دلوقتي كان فيه بطولات قويه جدا، بدايه من بطوله العرب اللي كسرت الدنيا. والله بنحمد ربنا ونشكر فضله ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وبعد النتائج المتميزه اللي حصل عليها كل اعضاء مجلس اداره الاتحاد في الانتخابات الاخرانيه ما كملناش تقريبا سنه. عملنا 3 بطولات دوليه، عملنا ايرون مان كلاسيك، بطوله اللي نظمها الكابتن عبد الرحمن شارف، وكانت بطوله كبيره جدا ومميزه، وعملنا البطوله العربيه زي ما انت قلت كسرت الدنيا، وهي كسرت الدنيا بتوفيق من ربنا، ودي عملها بطلنا العالمي الجميل المحترم احمد ابو جنة. مش معنى ان انا اقول الجميل والمحترم ان عبد الرحمن شارب مش جميل ومحترم، ده عبد الرحمن شارب جميل جدا ومحترم، والاثنين موجودين معانا وانا فرحان بيهم. وبعدين عملنا البطوله الثالثه دايموند كاب، احمد علي دايموند كاب اللي نظمها المحترم المهندس احمد علي ابننا البار. فثلاث بطولات دوليه في فتره زمنيه ضيقه، يعني اعتقد ان هي حاجه تحسن لاي اتحاد في العالم، صعب جدا ينظموا 3 بطولات. بالاضافه للثلاث بطولات الدوليه دي هي احنا عملنا بدانا النشاط الرياضي بتاعنا، احنا عملنا بطوله تحت 15 على مستوى الجمهوريه، وتحت 17 على مستوى الجمهوريه، وامبارح عملنا تحت 19 على مستوى الجمهوريه، وفاضل لنا 23 والدرجه الثانيه والدرجه الاولى لحد كمال الاجسام ليصادق الزمن ارضاء لعناصر اللعبه، عناصر اي لعبه، اللاعب والمدرب والحكم والاداري. واعتقد ان العدد اللي انا قلته لحضرتك في البطولات سواء محليه ولا دوليه شرف لينا. وعندنا كمان في منتصف شهر ديسمبر عندنا بطوله الالعاب الفتنس تشالنج، اللعبه الجديده اللي مكسره الدنيا، وهتتعمل على مستوى العرب وافريقيا، وبرضه منظمها ابني بطل العالم احمد ابو جنه، وهيحضرها الدكتور رفائيل. كل البطولات اللي فاتت دي كانت بقروض احتراف، كانت بمكافآت مالية. الحقيقة كل الشكر والتقدير للمنظمين
ولمجلس إدارة الاتحاد اللي تابع تنظيم هذه البطولات على هذا المستوى. الكلام ده ينسب لكل عناصر لعبة كمال الأجسام، مش لمجلس الإدارة بس ولا للمنظمين بس، احنا أسرة واحدة متحابين عاملين نشاط غير عادي، ولو ما كناش بنحب لعبتنا ولعبتنا بتحبنا ما كانش ممكن نعمل كل هذا النشاط. ما شاء الله يا دكتور عادل، الفترة اللي فاتت في لعيبة فوق ال 50 سنة كتير وعاملة عضلات جميلة جدا وبتكسب الشباب. والله احنا بتكلمني ومعايا اثنين أبطال عالم، بطل العالم جميل المحترم الرافي سيادة العميد أحمد سامي، وهو طبعا قيمة وقامة ورئيس جهاز رياضة باتحاد الشرطة وراجل بطل عالم معروف، وكان لسه من شوية يعني هو يعني هو بيقول لي يا خالي وانا بقول له يا ابني، وكنت لسه بتفرج عليه. هو طبعا مش اي حد يتفرج عليه في الوقت ده، وقت اعلامنا بطولة العالم ما شاء الله عليه متميز، معنا بطل عالم تاني جميل ومحترم وابن حبيب ليا كابتن احمد ابو جنة اللي نظم البطولة العربية اللي تعهد انها هتكون احسن بطولة عربية. وانا قلت يا اخويا جايب الثقة دي منين، لكن فعلا كانت احسن بطولة عربية واحسن بطولة دولية اتعملت، محدش يقدر ينكر مجهود اللي عمله احمد ابو جنة سواء كلاعب او كرجل اعمال، وهو اللي هيعمل الفيتنس جيمز اللي في ديسمبر للعرب والافارقه، واللي هيحضرها الدكتور رفائيل سبتونجا، وهيحضرها برضو ضيوف اجانب، وهيبقى فيها برضو مكافآت ماليه. والاثنين بيلعبوا ماسترز وبيلعبوا يعني احمد سامي بيلعب ماسترز وبيلعب رجال ما شاء الله، بيكسب في الماسترز والرجال، بيكسب في الماسترز وبيكسب في الرجال، وهو الراجل ما شاء الله عليه قامه عميد، لسه مترقي عميد قريب جدا، وكنت مع قيادات اتحاد الشرطه العظام الرائعين المحترمين، وانا فخور بيه والداخليه المصريه فخوره بيه ومصر فخوره بيه، وبيلعب فوق 40 سنه. واحمد ابو جنه نفس الكلام، بيلعب في الماسترز فوق 40 سنة وبينظم بطولات، فربنا كرمنا بيهم وربنا يجعلنا دايما كده اول حاجة كويسة بالنسبة لهم. واحمد ابو جنة قال العربية هتبقى احسن بطولة، وبقت احسن بطولة، عقبال الفيتنس تشالنج ما تبقى احسن بطولة ان شاء الله. شارك في البطولة العربية كم دولة؟ البطولة العربية 13 دولة. البطولة دي كانت معمولة في اسكندرية في اشهر فنادق اسكندريه، اقامه واعاشه والمسرح كمان كان جوه الفندق. يعني ما شاء الله البطوله دي كسرت الدنيا وحققت نجاح كبير جدا واكتشفت لعيبه كتير جدا. ما في شك يعني اكيد ان احنا لما بنفتح العدد للاعبين ان هم يشاركوا، خصوصا البطولات اللي تبقى في بلدنا، قانون بيسمح لهم، قانون الاتحاد الدولي والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي بيسمحوا دلوقتي ان اي عدد من اي دوله يشارك، واحنا ما بنضعش عوائق، بالعكس احنا بنسمح وبنشجع وبنتمنى ان اكبر عدد من اللاعبين يدخل، لان بيحصل مفاجآت، بنلاقي مفاجآت في البطولات دي، في ناس ما كانتش تحلم انها تقف على مسرح بطوله عربيه ولا بطوله افريقيه ولا بطوله عالميه، لكن احنا لما بنفتح المجال بيجي لنا عدد كبير جدا من اللعيبه يكفيهم ان هو يحصل على شهاده المشاركه، يكفيهم ان من الاول للعاشر بياخدوا شهاده الترتيب. انا بتكلم على الناس اللي ما بياخدوش، اللي ما بياخد اول وثاني وثالث دول بياخدوا مكافآت ماليه وكؤوس وميداليات وكروت احتراف، حاجه يعني فرص غير عاديه. وفي السر كده بيني وبينك هنعمل بطوله افريقيه قريب قوي كمان ان شاء الله. ان شاء الله دكتور عادل، طب راي حضرتك في بطوله ايرون مان اللي كسرت الدنيا؟ طبعا ايرون مان كسرت الدنيا عشان صاحبك هو اللي نظمها. ايرون مان طبعا محدش يقدر ينكر ان هي كانت باكوره بطولاتنا الدوليه، نظمها ابن حبيب وغالي الكابتن عبد الرحمن شارب، وما دخلش على البطوله، والحقيقه كان كل يوم تقريبا جايب اكل لكل الناس، معرفش ما كان بقى البيت عنده ولا كان مطعم ولا ايه، كل الناس كانت انا اكلت ثلاث البطوله، انت اكلت ثلاث طبقان مره واحده. الهنا والشفاء. لا ايرون مان كانت بطولة مميزة، ايرون مان برغم تميزها ما كسبتش ماديا، خسرت ماديا، لكن عبد الرحمن شارب بيقول لي انا بالنسبة لي اشتريت 30 سنة لقدام ان انا عملت البطولة دي هيك،
ونفس الكلام البطولة العربية، البطولة العربية يعني المنظم الكابتن أحمد أبو جنة صرف تماما أكتر من اللازم، والله ما كانش فيه أي طلب مادي لأي حد بيبقى مطلوب ويطلبه مني إلا وأقوله لأحمد أبو جنة وكان بينفذه على طول. فنفس كلام أحمد علي، فربنا كرمنا بناس محترمة. وآيرون مان، أنت بتسأل على آيرون مان تحديدا، كانت مميزة بكل المقاييس، وكنت أنا فرحان جدا بهذه البطولة لأنها كانت أول بطولة نعملها بعد الانتخابات وجريت وراها البطولات. الحمد لله كسرت الدنيا البطولة دي فعلا جدا، بطولة آيرون مان، بطولة آيرون مان كسرت الدنيا، والبطولة العربية كسرت الدنيا، وبطولة أحمد علي كسرت الثلاثة حبايبك. طب اشمعنى عبد الرحمن شاهد؟ شايف المراهق محمود حرس. يا محمود حرس ده إنسان جميل ومدرب مجتهد، وبطولته دايما بتبقى محببة من الأبطال. دي بطولة أنا ما ذكرتهاش لأنها بطولة محلية، لكن بطولة كانت متميزة جدا. محمود حرس ابن من أبنائي اللي أنا بعتز بيهم، بيوفر للناس مكافآت مالية ومكملات غذائية، وبيبقى تجمع جميل. وابتدت بطولة أحمد حرس المحلية تبقى على الخريطة والناس بتحبها. المرة اللي جاية إن شاء الله لما هيعملها هحضرها إن شاء الله. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور، احنا بنشكر حضرتك على اللقاء الجميل دوتي، انت اب لعيب الكمال الاجسام كلها. ربنا يبارك فيك يا عمور، وانت انسان جميل وابن غالي، والسينما وجه جديد اهو بقدم لكم وجه جديد حبيبي. ربنا يكرمك وشكرا للبرنامج وشكرا لحضرتك. متشكرين جدا يا دكتور عادل، احنا سعداء جدا باللقاء الجميل ده. الف شكر يا فندم. احنا موجودين دلوقتي في الاتحاد المصري لكمال الاجسام مع المهندس سامي بشير. اهلا ومرحبا بيك باشمهندس. اهلا وسهلا وكل سنه وانتم طيبين ودايما بالصحه وجمال المنوره. حبيبي يا باشمهندس، بقول لحضرتك عايزين توجه نصيحه للاعب اللي بيطلع على المسرح ويعترض على مركزه او يقول انا كان مركزي اعلى من كده، تقول له ايه؟ والله هي طبعا كمال اجسام مشهوره بكده، وانه بس الاول هو اللي بيبقى مبسوط، المركز الثاني لغايه بقى الاخر هو ما بيبقاش مبسوط، لانه كله بيتمنى ان هو ياخد المركز الاول. بس النصيحه اللي احنا بنملي بنقولها للعيبه ان هو لازم يروح اول حاجه ياخد دور التحكيم، ياخد دور التحكيم عشان يعرف الحكم بيبص على ايه في اللاعب عشان يقيمه، وبالتالي لما يخرج هو من التقييم هو شايف ان هو مثلا اول ويطلع ثاني او ثالث، يبقى عارف الحاجات اللي هو فقد بعض النقاط عليها، ما بقاش متخيل انه الحكم ظلمه وموضوع كده مطلق، لا يعني حاجة بسيطة جدا ممكن هو ما ياخدش باله منها. لما مثلا ناخد الدبل بايسبس، تبقى الدراع اليمين غير الشمال، الكتلة العضلية بتاعت الباي اللي هنا غير الباي اللي هنا غير الكتلة العضلية بتاعت الباي اللي هنا، دي حاجة ما بياخدش منها باله منها خالص. كل الحاجات دي عليها تقييم بالنسبة له. النص اللي فوق والنص اللي تحت، لو النص اللي فوق باين ان هو أطول شوية من النص اللي تحت، ما لازم يبقى في تناسق، اللعبة دي جمالية، بيفقد نقاط، هو ما بيبقاش شايف ان هو كده. فبنتمنى يعني ان كلهم يخشوا ياخدوا دورات تحكيم عشان يبقى شايف هم والمدربين بتوعهم، لان المدرب برضو ممكن يضلل اللاعب لان هو مش دارس تحكيم. لو انا مدرب ومش فاهم تحكيم، عمري ما هخلي اللاعب بتاعي يطلع ياخد اول، لان انا مش عارف المعايير اللي هي بنبص عليها ايه. لو انا شايفها وشايف العيوب بتاعه اللاعب هعرف اوصله للاول، انما انا لو مش عارفها مش هعرف اوصله. فلازم لازم لازم دورات التحكيم ضروريه جدا 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 قبل ما المدرب ياخد دوره اعداد مدرب اساسا، لازم يفهم ازاي يبقى حكم عشان يعرف يدرب اللاعب. طب التحكيم في البادي بيعتمد على ايه؟ كمال الأجسام فيها ثلاث عناصر أساسية. أول حاجة السيمتري. السيمترية يعني لو تخيلت إنه الأبعاد بتاعة اللاعب كده وهو واقف فارد إيديه كده، أقسام اللاعب كده طوليا، النص اليمين زي النص الشمال. دي أول حاجة. الحاجة الثانية
النص اللي فوق النص اللي تحت يبقوا متناسقين برضه، ما ينفعش حد يبقى رجليه طويله او جذعه طويل ورجليه قصيره. تمام. ثالث حاجه الحجم العضلي بالنسبه للميزان اللي هو بيلعب فيه. واخيرا والاهم الديفينيشن او شكل العضلات وهي ما تحتهاش لا ميه ولا فاتس، اللي هو يعني السوبر ديفينيشن، عضله بتبقى باينه ان انت ما عندكش فاتس ما عندكش دهون، وبتبان التفاصيل العضليه او التشريح العضلي بتاع جسمك. هي دي مقاييس التحكيم. زائد بقى الحاجات اللي قلتها لك البسيطه دي، البوزنج بتاع اللاعب، اللعيبه برده ده حاجه مهمه جدا، ما بتعرفش تعمل بوزنج، ان شاء الله في الفتره اللي جايه هنعمل دورات في البوزنج بتاعت الالعاب المختلفه، سواء فيزيك او كلاسيك او كلاسيك فيزيك او بادي بيلدينج او كلاسيك بادي بيلدينج، وان شاء الله بقى داخلين في حاجه تانية جديده اللي هي الفيتنس تشالنج او تحدي اللياقه البدنيه، هنعمل بطوله ان شاء الله في شهر ديسمبر 18-12، بطوله جامده جدا في تحدي اللياقه البدنيه هيحضرها رئيس الاتحاد الدولي. دي بتركز على الشباب وبعت لهم رساله خاصه جدا بيقول لهم لازم تمارس الرياضه باسلوب حياه صحي. انت كنت زمان هي اسمها فيروس كاب او كاس الفرعيه، انت كنت زمان جامد قوي، احنا عايزينك ترجع تاني بالتوفيق ان شاء الله. طب عايزين نتكلم على التحكيم في الفيزيك. التحكيم في الفيزيك، الفيزيك لعبه جماليه اكتر من كمال الاجسام، اكتر من كمال الاجسام. الفيزيك بتعتمد اللاعب برضه لازم ياخد دورات تحكيم، عشان هو اللعيب وهو بيلف يعمل التيرن بتاعته او الدوره بتاعته تملي يقوم عامل كده تحسسك ان هو لعيب كمال اجسام، دي حاجه بتفقده درجات خصومه طبعا، لان انت ما بتلعبش كمال اجسام. هو ايه الهدف من الفيزيك؟ هو بيقول لك انت بتاخد منشطات لمكافحه المنشطات. انت بتاخد منشطات ليه؟ مش تعمل عضل؟ مش عايز عضل، انا عايز جسم جمالي. فلما انت تيجي وانت هو بيقول لك انا عايز جسم جمالي وانت بتستعرض، هو بيقول لك كده في القانون بتاعها، انت تستعرض كما لو كنت واقف على البحر، بتستعرض الكواليتي بتاع جسمك. فلما يعمل حركات كمال اجسام بيفقد نقاط، عشان هو مش عارف ان ده القانون بتاعه. تمام. بعدين بيغلطوا غلطه تانية، يقول لك ايه هو التحكيم في البطوله دي بتاعت الفيزيك دي هيبقى على الحجم ولا ليه؟ مفيش حاجه اسمها كده. هو التحكيم عيار واحد بس، لما حد كبير كتافه كبيره مثلا يكسب، مش معنى كده ان ده الصح، بس كان هو افضل واحد في اللي جنبه. يعني معادله يعني غريبه شويه بالنسبه لهم، بس هي لعبه جماليه، عضلات كلاسيكيه ديفايند او فيها ديفينيشن وشكل جمالي استعراضي فقط. لعيب الكلاسيك، لعيب الكلاسيك طبعا لازم يبقى عنده سيمتريه وهرمونيه جامد جدا وعضلات مش كبيره، لانه مثلا في لعيب برضه ممكن يخسر في الكلاسيك وهو مش عارف هو خسر ليه، هتلاقي عضلاته اكبر من الكلاسيك، يعني ده تلاقيه يلعب بادي بيلدينج احسن. كلاسيك لها حجم معين طبعا طبعا، عشان يبان ان هو لاعب كلاسيك مش ضخم، لعيب كمان اجسام، هو لاعب كلاسيكي عضلات كلاسيكيه. لازم يكون عنده فاكيوم ولا ده؟ لو لا كلاسيك فيزيك، لو كلاسيك بادي بيلدينج مش شرط، والفاكيوم ده اساسي، لو ما عرفوش بيطلع بره خالص، بيطلع بره خالص. احنا متشكرين جدا باشمهندس سامي بشير على المعلومات الجميله ديت، متشكرين جدا. شكرا جزيلا.